وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السؤال أن الوالد ترك عمارة وبعض الناس من الأبناء ساكنين فيها والبعض الآخر غير ساكن، نقول الأصل أن هذه العمارة ميراث، وعليكم أن تجتمعوا ليرضى الجميع وتقسم هذه العمارة ميراثا بين الجميع. الوالدة لها الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين حتى يرضى الجميع، فلا يحرم إنسان فيسكن إنسان والآخر لا يكون له السكن، هذا ما يجب تحريره أولا. الأمر الثاني بالنسبة إذا أجرت فيها شقة، فريع هذه الشقة يقسم تقسيمة الميراث، الثمن للوالدة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين للأولاد والبنات، والله أعلم.